السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة هتكون وصفة للشعر، للبنات اللي هي شعرها مقصف او هايش، الشعر الدهني، الشعر اللي فيه فراغات ما بتطلعش. كل المشاكل ديت باذن الله هنحلها في الوصفة دي. انا عارفة ان في بنات كتير عندها دايما مشاكل للشعر، ودايما بنات بتقول انا شعر هايش، شعر نمو واقف، الحاجات دي كلها. ده ان شاء الله هنعمل الوصفه بتاعتنا ديت. ده باذن الله هتطول معاك الشعر، هتقضي على الدهون اللي في الشعر. كمان الناس اللي هي دايما بتشتكي الكريهه اللي بتبقى في الشعر، ده ان شاء الله هتقضي على المشاكل ديت الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده. تمام، تعالوا بقى كده يا بنات نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايك للفيديو بتاعنا. عايزاكم كلكم تحطوا لايك للفيديو على اساس ان انتوا تشجعوني استمر معاكم في الوصفه. تمام، شير الوصفه علشان بنات كتير تستفيد منها. ويلا بينا مبدئيا كده يا جماعه. انا معايا ايه المكونات بتاعت النهارده؟ وده ورق سدر، ده بيجي من عند العطار، معايا ورق لورا، معايا 3 فصوص حبه هاي. تمام، ده كده هنشيلهم على جنب وهنجيب الميه بتاعتنا. انا عندي كده اي وعايه فيها رتل ميه زي ما انتم شايفين كده، ده حوالي كده رتل ميه. هنعمل ايه؟ معايا معلقه ملح زي ما انتم شايفين كده، ده يا جماعه كده معلقه ملح. محدش طبعا يستغرب، الملح ده كويس جدا لفروه الراس والدهون اللي في الشعر. بالشكل ده كده، معلقه صغيره يعني مش هنعوز كتير ولا حاجه. ومعانا الخل، اي خل ابيض عندك موجود، بس بلاش الخل الاحمر ولا اي خل تاني، لا خل تفاح ولا اي نوع خل تاني. الموضوع كله محتاجين فيه خل ابيض. هاخد كده حوالي معلقتين كبار من الخل. تمام، يبقى انا كده خلاص حطيت معلقه ملح ومعلقتين كبار من الخل في الميه بتاعتي. هنخليهم كده على جنب. ده كده معايا الحاجات اللي احنا قلنا عليها، التلات مكونات. طبعا الحبهان احنا هنفتحه اهو، ده كده انا هفتحه واحطه في الميه. الميه بتاعتي ميه مغليه. تمام، ده كده الحاجات بتاعتنا اللي احنا هنحتاجها في الوصفه اهيت. بنقلبها كويس. زي ما انتم شايفين كده الاساسي معايا في الوصفه النهارده اللي هو الشاي. تمام، ناخد كده معلقتين على كوبايتين ميه كبار، اكنك انت بتعملي شاي عادي. اي نوع شاي عندك ممكن انت تستعمليه. هسيبه كده لان طبعا دي كلها اعشاب. الاعشاب ديت يا جماعه ده بتيجي من عند العطار، ما عدا الشاي. الشاي بيبقى موجود عندنا في كل بيت. قلت لكم طبعا الميه مغليه، يعني هنعمل ايه؟ هنغطي عليها بالشكل ده كده. هنسيبها كده حوالي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير لغايه ما تبرد الوصفه بتاعتي معايا. وده بقى يا جماعه بعد ما برد معايا بقى بالشكل ده كده. هو ممكن يكون لسه سخن شويه بس مش مشكله، بس المهم ان انا بقفله ليه او بغطي عليه ليه؟ علشان البخار ما يطيرش، لان البخار دوت ده في زيوت طياره، وانا عايزه احتفظ بقى علشان استفيد من الوصفه بتاعتي. تمام، تعالوا بقى كده نصفيها. ودلوقتي بقى هنصفي الوصفه بتاعتنا بالشكل ده كده. لو انت عملتي الطريقه اللي انا بقول لك عليها ديت، ده ان شاء الله هتغنيكي عن الشامبوهات، هتخلي شعرك لامع وصحي وكويس جدا. طبعا لسه فيه شويه هما، ده ان شاء الله برده انا هحتفظ بيه. تمام، المفروض احنا بنسيب الاعشاب ديت لغايه ما تبرد معايا خالص. انا بصفيها علشان ما تلبكش في شعري او تعمل اي مشاكل، لازم بنصفيها الاول. ده كده يا بنات الوصفه جاهزه معايا زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو خالص، الوصفه دي ده هتسد الفراغات اللي عندك. الناس اللي هي بتعاني من الشعر الخفيف، الشعر الجاف، الشعر المقصف، الشعر الباهت اللي يعني تحس ان هو ملوش لمعه كده، ده ان شاء الله هتعوض عن الكلام ده كلياته بالوصفه دي. خلي بالكم كمان الوصفه ديت
هتخلي شعرك صحي وله لمعه جميله جدا، احسن من الشامبو، يعني مش هتخليك ان انت تحتاجي لا شامبو ولا زيوت بعد الوصفه دي. تمام، فتعالوا بقى كده هنعمل ايه. جبنا الميه بتاعتنا اللي حطينا لها ملح وخل، هناخد ايه، هناخد المج بتاعنا كده اللي احنا عملناه، وهنحطه بالشكل ده كده على الميه بتاعتي. يبقى كده الوصفه بتاعتي جهزت زي ما انتم شايفين كده. طيب طيب هنستعملها ازاي وكم مره ان شاء الله هقول لكم الكلام ده كله. بصوا بقى، انا عايزاكي تاخدي الوصفه ديت ويكون شعرك ناشف نظيف، مفيش فيه اي حاجه، لا فيه زيوت ولا عليه شامبو ولا عليه اي حاجه من الكلام ده خالص. تمام، يعني بنغسل شعرنا ويكون شعرنا نظيف جدا، لا يكون عليه زيت ولا يكون عليه اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنحطها على شعرنا او اي ماده دهنيه. تمام، طيب بنستعملها ازاي؟ طبعا لو انت بتغسلي راسك ولا حاجه، او لما تاخدي الحمام بتاعك خالص، بتكوني ماسكه الوصفه دهيت ومغرقه بها شعرك خالص، علشان ما تستغربوش من كلمه مغرقه شعرك بها خالص، انا اقصد اقول الكلمه ديت ليه، علشان انا عايزه فروه الراس كلها تتغلغل من المكون دوت، عايزه كله بصيله من بصيلات الشعر تتغلغل بالمكون ده او تمتزج بالمكون ده. تمام، لو مش هتعرفي تغسلي بقى شعرك او مش هتعرفي تغسلي بقى فروه شعرك، هقولك هتعمل ايه. هتجيبي بخاخ زي دي كده وهتعبي فيها الوصفه اللي احنا عملناها ديت، وهتمسكي فروه راسك كلها بالشكل ده كده اهي، بالشكل ده كده اهوت كده، يعني وليكن دي فروه الراس، وبنقوم مغرقين فروه الراس كلها بالشكل ده كده. تمام، لغايه ما احس ان شعري اكنه مغسول بالوصفه دي كده. تمام كده يا بنات. طيب تغسلوا ازاي بقى؟ بقوم قلبه شعره كله قدام، وبقوم ماسكه البخاخه ومن ورا لغايه ما اغرق فروه شعري خالص واخليها تمتزج اكنني بلاه او غسلاه لقدام بقى، من ورا لقدام خالص، عايزه اغرق شعري خالص، وبعد كده نشفيه بفوطه عادي خالص وسيبيه لمده ساعتين. تمام كده، علشان الوصفه تتغلغل في قلب فروه الشعر وتجيب معاكي نتيجه كويسه. زي ما قلت لكم الوصفه ديت بتقضي على الدهون اللي في الشعر. في ناس دايما بيبقى فروه الراس بتاعتها او فروه الشعر بتاعتها بتبقى دهنيه وريحتها مش مستحبه، فالوصفه دي بتبقى كويسه جدا. كمان الفراغات اللي هي بتبقى في فراغات في الشعر او الشعر الخفيف او الحاجات دي كلها، ده كلها ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا جدا. طب هنعملها كم مره بقى؟ دي هنعملها مرتين في الاسبوع. لو انت حابه تعملها مره مفيش مشكله، حابه ان انت تعملها مرتين في الاسبوع ده هيبقى احسن. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.